يا كرول، كنا في العديد من المرات ما كتبش باش كنا مش يجيبوها، وخاصة في الموسم الأول. مي بون الحمد لله، معناتها الممرلين تاع الدورة أغلبهم ممرلين قاموا بعمل طيب وقاموا بمهمتهم. اليوم كرول جاء لقى فريق تحضر، تشكيلة ظهرت، خذيت عامين لعب. اليوم نقولوا احنا ومدمر الكرول بحكم بلغريك اليوم نجحش في فرق اخرى، ولكن بحكم الباساج اللي عملوا في نادي صفاقس ونجح فيه، ان شاء الله نعاود نفس النجاح، وان شاء الله نوفروا له الظروف الكل باش ينجح النجاح هو في كونسيدياسيون تاع الجروب هذا، اللي الجينيراسيون هذه ان شاء الله تكون هي اللي ماشي توفر العديد من الالقاب للنادي، وكذلك نبداو مسنا في جني الالقاب نلعبوا على اربع القاب ان شاء الله نحصلوا اكثر شيء ممكن منهم. بل العقد عامك هو علاش؟ عام بركك هو معناتها ترى وقال متجي على الالقاب ينجم حققهم في عام، يعني حسب رايك الالقاب كل عقد اي معناتها خدمت تم عامين تعداو صارت فيه ياسر عمل وقاموا به ممرين اخي، اليوم هو عنده عمل الور في عقد راهو رضا الطرفين، معناتها كل واحد وشروطه. اليوم عندنا سنه اعطيناه شروط في صوره نتفقوا الزوز على التمديد وموافقين عليه مزوز، اذا معناتها في التمديد لما عندنا احنا عند نادي رياض الصفاقسي. سي مصر فيما يخص الكلام اللي روج انه طلب ثم بعض جوار كادر قال الهيئه ما يلزمش تفرط فيهم، ماذا بينا توضح لنا؟ هذا ما سمعناش احنا كهيئه مديره، ما عندوش شروط معينه في الواحد، وحاجه اخرى راهو ثم معناتها برنامج فريق ثم بروجرام دين ايكيب، والممرن الي لا بور رياليزي ولا بور ترافاي دون سو كونتكست، معناتها ماهوش ممرن هو اللي يضبط شروطه. معناتها فماش امكانيه بعض اللاعبيه يتم تسريحها من الفرق الاخرى كما ياسين مرياح، ما نتصوروش ياسين كما قلت لك اللاعبين انتهت عقودهم، يكون ان شاء الله ربي يوجههم خير وبارك الله فيهم وقاموا بدورهم، اللي يلقى كونترا نفرحوا له، انتهت العلاقه مع نادي الصفاقس، ان شاء الله نتمنى لهم النجاح في تجربتهم القادمه. بالنسبه للمرياح تعرفوا الناس الكل يعتبر لي بارتي، معناتها يمشي في الاحتراف، ان شاء الله نلقاو عرض، وثم العديد من الفرق التابعه فيه. بالنسبه للاعبين مازالوا مربوطين بعقد بالنادي الصفاقسي، اون فوار ثم اللي باش يقع التفريط فيهم، ثم اللي باش يقع فسخ العقد، بقى هذوما اون فوار افيك توت ليكيب اي كومبري لونترونور بور فوار اسكو قادم ينفع ولا ما ينفع. ما حشناش بياسر انتدابات لان اكثر صارت بالنسبه للاعبين الاجانب، عندنا اربعه في السيس اي ثم ندوي في الديبار، ندوي تعرف بارك الله فيه خدم بقى ما تسماش نجح في نادي الصفاقس، ان شاء الله نلقاو فريق ياخذوا واكا تعرفوا وقعت ومش يكون معناتها في باقة الداي، والبقيه كما قلت لك لاجين تم الكريس ويدو قاعدين، سكري ممكن يقعد ممكن لا. كل شيء انتم كهيئة مديرة شنو قررت؟ احنا كهيئة مديرة معناتها شوف العرض كان ثم عرض، شوف كله مربوط بالعرض، لانه هكا خذيناه وقت خذيناه باش يعوض سكري. عندنا لاعبين خذيناهم كيف دون سو سونس، عندنا شهرين تواك باش نحضروا الفريق، فيدنا شهرين باش نعملوا ان بون معناتها كونستا اي اون فا ديسيدي سو كيل فو، مي سو كون فا ديسيدي سي بور لو بيان دي كلوب، مي مش كان فوتبوليستيك، معناتها لازم يكون باش تاخذ القاب راهو مش كان كرويا، مش كان قيمة كروية راهو بكل شوز.